جاليدة صومالية دا ايه كنو لدالك دنمارك يا وحا اي قبتين مناسبات تعاسية ولو سمي يا رئيس الوساريه وري ايه دالك صومالية عبد الرساق حاج حسين ودوان كوغيريو داي ودنكا مرايكانكا مناسبات داسيه وحا دادكي كسو قيب غالية اي الهي وغبريين مرحونكا ان او جندي سفر دوسي او جيو دادكا صومالية دي اهل كيسنا سمرية ويمان او كسيو عبد الرساق حاج حسين وحا وها رئيس الوزاري لباد دلك الصومالية او يشو او كل كيها اي دلتا جمهورية دي الصومالية سنت كي كوني سقال بقولي لحدن كي بريتو ايا مرحون لغو وداها ان لغو آسو مقال ده مقدشو مناسبة داسنا سيدان اي اي او دعضي إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك هم المفلحون وحان هل كان اسكوني اسكوني ميت جيريدي كوتي ميت هالجماجي عادل كأها وسو هالجمي صوماليا إن بدن نفتي سكوهري عدار النماء وغساري تلياني عداء مانتي كرية مانتي بوير مانتي وحان كسا حسوس تاريغا كل اللي مشاقين شرينين لكن وحان محوان هايتا نغان يوم حاس أن كو أقانا يكون مغال هايي وحي كروال كوغا تاغين كوراجة سود عدان كبحاية إن عشور تلغا قبتاي ولا عيرية سيداس إنو تليانينا عيرية برورة تليانينا عيرية دا عمد أو كشاقين هايي با إقوم مقالة سمعد ديساس وناكسن ولدنتي الله سبحانه وتعالى إن إلى هيئة حريصة. موعي وظاهر على العقال وحان آد يا آد وتعسين إن عبد الرساق حاج حسين وتاريخي سي إنتي هلقنك وكجري أن قوب جوب وهاسلان قبضنا هي كنتني لحدي إلا هذا معلم والبميش ومروا لسعون جرني إلهي وحان وقبري إن إنه جنة ذي كورابيه وحمالك هذا لوكو بكرماها أمد الصومالية وتعسينا خاصة حال جفدي وكان انتي اهلي ديسي عرور تيسي وحان اهي حليم الصوفي وحان كتعسينا يا اهلي دي يا أمد الصومالية يا قويسكي يا قرابة ديبا غيري دي كتميد والدنيجي قالق اها وصومالق اها دا عدا اها عبد الرساق حاج حسين إلهي وحان وقبر يهيا جنة فردوس هويقي سيلهي إنو كردقو آمين آمين عبد الرساق وحان برتاي كنتون يسيدي دي وحو أها وضاني صوماليا وآن ينعرون غبيل كترين قرن هقان كيسا إلهي وحان وقبر يهينا جنة الفردوس إنو كورا بيو هويجي سنة شنادي كردقو أنقنا قلبك إياقا إلا هايس إيو مدى الصومالية عام أهان ملك استوشوك تصمري إيمان شميلة إلهي كسيو إهلا دي يقرابة دينا خاصة هان صمر الله كسيو إنا لله وإنا إليه راجعون وحن أنكو أجاريد الدنمارك غار أهان عاصمة دلباد أوس أن تعسيينينا صومالي أوردن عزيزيق حاج حسين صومالي أوردن بوخرد انتي ee taariikhdi sanawaa laga dhigsan yahay taariikhdana hadasha Cabdi Saaq Xaaj Xuseen Allahu naxristo ee waxa halkaan ugu tacsiinaya oo fariintii soo faray ee eheladeedaaniga hooyadii Caawi Yusuf haaskay Farxi Cabsaxar iyo Reesh Ruwa oo dhan ayaa u tacsiinaya reer Soomaaliya oo dhan ka dhintay hadana gaar ahaan reer Xaaj Xuseen iyo eheladooda waxaan kaloo muxuu aha iyo asxaabteedana fariintii soo faray waxa kamid ah Fiisa Leeli waxaa kamid ah Adal Indhayare waxaa kamid ah Faadumo Indhayare waxaa kale oo kamid ah gabdhaha oo bashiigay waxaa kale oo kamid ah Ise Istanbul ee waxaan kale oo rabaa inaan Ilaahay u bariyo ee Cabdi Saaq Xaaj Xuseen in hadis calaabta ka dhowro in hadis calaabta ka dhowro ugu dhigo waxaan kale oo umada Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada Soomaaliya ka codsanaya Cabdi Saaq Xaaj Xuseen inay meel ku magacaabaan magaciisa sida loo magacaabay عبد الله يوسف مدحويني صومالي على عاد مدحويني صومالي البرو لو معاوي عبد الله حاج حسين ونين صومالي وحوين وقبتي وان ميلو مع موسى اما البرو هنغطو اما دكتور هاد نغطو اما اسبتال اما ميلو السلام عليكم ورحمه الله ان وحان لها هي سجن جنادي فردوس الهي كورابيو اهلكي يا قرابي يا صومالي ودنا وكتغينا
سمري إيمان إلهي كسيو إنا لله وإنا إليه راجعين وحان تعسين يا رئيس الوزاري هو عبد الرزاق عاج حسين أنا جو أياسين جام حسين وحان لله هاي إلهي جنة فردوسها كورابيو عائلة دي سينا سمري إيمان كسيو عبد الرزاق عاج حسين حريص جنة الله سيو غيري دي كتبيد فوش حميد إلهي سبحانه وتعالى ها هو غمي البحيو جنة فردوس الله وبشاريو سيغي أهل ديسة هي أنت إسلام هوردن أنت أمد الصومالية روقفتي إن الله وإن إله راجعون أنا أقول هذا لا يمقع الرسول محمود يمقع رأي أحمد الشيخ علي وحان تعسي هل كان أقصوا بدبنينا لما أهل دي أتوقع كريودي أدار عبد الساق عاج حسين إن إلهي جنة فردوسة كورابي